أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال حديثنا في الباب الذي عقده الكليني في كتاب الكافي الشريف تحت عنوان باب في الغيبة الحديث الرابع والعشرون عن أبي الحسن الثالث عليه السلام يعني الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع علمكم أو علمكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم هذا الحديث يشير الإمام الهادي إلى الغيبة. العلم معناه واضح، يعني الإمام الذي هو علم لهداية الناس. وإذا كان الكلام العلم فأيضا واضح، لأن الناس في مسائلهم كانوا يراجعون إلى الامام المعصوم وكلامه يوجب العلم فإذا غاب الإمام ماذا تصنعون؟ اذا رفع علمكم او اذا رفع علمكم حين ذاك الإمام يقول: فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم من تحت أقدامكم كناية عن السهل عن اليسر والسهولة، يعني هذا أمر سهل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى قدره، وهذا تقدير حاتم، قضاء حاتم، والشيء الذي يقدره الله، ويقضيه قضاء حاتم، هذا يقع لا محالة، قال سبحانه وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر احنا قد نريد امرا صعبا فيحتاج الى مقدمات طويله ومقدمات صعبه فقد نصل وقد لا نصل لكن الله سبحانه وتعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فلا تستصعب امر الفرج وظهور الامام عليه الصلاه والسلام لان الله اراده فاذا اراده هيئ مقدماته ويسره ولذا في الحديث الشريف ان الله يصلح امر المهدي في ليله فتعبير من تحت اقدامكم كنايه عن السهوله واليسر والامام يقول فتوقعوا الفرج التوقع شنو هو؟ الانتظار مع العلم، لأنه أحيانا الإنسان ينتظر شيئا مجهولا، أنت عندك ولد، هذا ذهب إلى الجهاد، وفي معركة صعبة قتل فيها الكثيرون، أنت تنتظر رجوعه، لكن في شك، هل هو حي يرجع، أو ليس بحي فلا يرجع، وأحيانا لا تعلم بتحقق شيء، أنت الآن بالليل مثلا، تعلم بأنه بعد ساعات ستطلع الشمس، فأنت تنتظر طلوع الشمس مثلا، لأمر ما لحاجة ما لديك فالإمام هنا يقول فتوقعوا الفرج يعني انتظروا الفرج عالمين بأنه سيقع وأنه سيقع بسهولة ويسر ولعله يقع في زمانكم يعني الآن إحنا نعلم بأن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف غائب ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى سيظهره في يوم من الأيام مو احنا فقط جميع المسلمين هكذا يعتقدون بأن المهدي يحكم الكرة الأرضية يملأها قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورها في زمان الإمام يظهر وأهل ذلك الزمان يشاهدون الإمام، ولعل ذلك الزمان هو زماننا. لعل الله سبحانه وتعالى بدعائنا وبعملنا يعجل في ظهوره، فيقع هذا الظهور في زماننا. بنو إسرائيل كانوا يعلمون بأن هناك سيبعث الله سبحانه وتعالى من ينقذهم من فرعون بين يوسف وبين موسى عليه السلام حسب ما يقال أربعمائة سنة بعد يوسف بدأت الفراعنة في اضطهاد بني إسرائيل فهؤلاء كانوا ينتظرون أن يبعث الله سبحانه وتعالى موسى لينقذهم من فرعون أجيال مرت وماتت أجيال وجاءت أجيال أخرى بدلا منها أربعمائة سنة يعني تقريبا 12 جيل لأن كل مائة سنة ثلاثة أجيال الجيل الذي كان في زمان موسى الله سبحانه وتعالى بعث موسى في ذلك الجيل ونجاهم من فرعون في القضيه المعروفه. حديث اخر الحديث الخامس والعشرون عن ايوب ابن نوح قال: قلت لابي الحسن الرضا عليه السلام اني ارجو ان تكون صاحب هذا الامر. وأن يسوقه الله إليك بغير السيف فقد بويع لك وضربت الدراهم باسمك فقال ما منا أحد اختلفت إليه الكتب وأشير إليه بالأصابع وسئل عن المسائل وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي الولادة والمنشأ غير خفي في نسبه أيوب ابن نوح من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام حينما بويع للإمام الرضا بولاية العهد في القضية المعروفة المأمون العباسي بعد أن قضى على الأمين وسيطر على الملك في العالم الاسلامي، كان هو داهية فأراد ان يزيح الائمة من اهل البيت من طريقه، لانه كان يعلم ان قلوب الناس مع الائمة من اهل البيت، فشنو خطط؟ خطط انه يجيب الامام الرضا يدخله في السلطة وحسب زعمه أن الإمام يتصرف كسائر الحكام بالظلم، وبالاضطهاد، وبأكل أموال الناس، فيسقط من عين الناس، حتى إذا الإمام هو مباشرة لا يعمل ذلك، الأعمال التي يعملها الولاة، والقضاة، والعمال، هذه الأعمال تسجل باسمه. مثل الآن عندما تشوف موظف، أو تشوف متصرف، محافظ، شخص في الوزارة، وزير كذا، يرتكب مخالفات، هذه تحسب على الرئيس، فأراد أن يلوِّث سمعة الإمام فيسقط الأئمة من أهل البيت من أعين الناس حتى هذا المنافس هم يزيحه بهذه الطريقة، المنافس الداخلي الأمين من بني العباس أزاحه بالسيف، المنافس اللي من خارج بني العباس يزيحه بهذه الطريقة بتلويث السمعة، فلذا اقترح على الإمام الرضا أن يكون وليًا للعهد. في البداية اقترح للإمام أن يكون هو الخليفة يقول أنا أعزل نفسي وأبايعك على أن تكون خليفة الإمام رفض ليش؟ لأن القضية ليست بالإسم القضية بالواقع واقع السلطة بيد المأمون الجيش بيده المال بيده السلطة بيده والإمام لم يكن له جيش ولاء الجيش كان للمأمون وهذا ما حدث بعد ذلك لخلفاء بن العباس السلطة الواقعية كانت بيد آل بويح أو بيد السلاجقة أو بيد مجموعة من الأتراك والخليفة كان ظاهرا مثل الآن بعض الملوك في بعض الدول أو بعض رؤساء الجمهورية منصب تشريفاتي ليس بيده شيء السلطه بيد مثلا رئيس الوزراء حتى ان حتى ان احد السلاطين كان من بني العباس من خلفائهم كان له وزيران من الاتراك احدهما يسمى وصيف والاخر يسمى بغى وهذان كانا هما ال حاكمان الفعليان لأن الجيش كان من الأتراك وهذان كانا قادة هذا الجيش والخليفة لا حول له ولا قوة فلذا قال أحد الشعراء خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما يقول الببغى المامون السلطه الواقعيه كانت بيده فاراد ان يكون الامام الرضا مظهر وجميع المفاسد والمظالم تنسب اليه فالامام الرضا عليه السلام رفض ذلك اقترح على الامام الرضا ان يكون وليا للعهد الامام ايضا رفض المامون هدد الامام قال إذا ما تقبل أن تكون وليا للعهد أضرب عنقك وكان مصمما على ذلك خلص بهذه الطريقة ما قدر يزيحه بأن يجيب يسويه ضمن السلطة وتنسب مفاسد السلطة إليه الطريق الآخر يزيحه بأن يقتله فهنا الإمام تقية وحفظا لنفسه قبل ذلك لكن اشترط شروط من جملة الشروط أن لا يتدخل في عزل ولا نصب ولا في قرار من قرارات الحكومة ولا أي شيء من يرتبط بالحكومة فقط اسم المأمون قبل قال السيد يصير ولي العهد بعدين نورطه فلذا اشتهر بين الناس أن الإمام الرضا لا يتدخل في أي أمر من الأمور لذا لم يتمكن المأمون من أن ينسب إلى الإمام الرضا أي ظلم وأي ظلامة يربطها به قال إن لم يتورط الإمام الإمام أدهى وأذكى من المأمون الأئمة عليهم الصلاة والسلام هسه هم معصومون مسددون من قبل الله سبحانه وتعالى وجميع أعمالهم صحيحة مع ذلك صفاتهم أيضاً في القمة صفات الكمال اللي عندهم ذكاء في القمة دهاء في القمة لكن هم مقيدون بالشرع حتى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كلامه يقول وما معاوية بأدهى مني تقولون معاوية داهية وإلى خطط وكذا بهذه الخطط تمكن من السيطرة على العالم الإسلامي الإمام يقول وما معاوية بأدهى مني لكنه يغدر ويفجر يعني احيانا الدهاء يقتضي ان ترتكب خلاف الشرع معاويه يسوي لكن الامام امير المؤمنين الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لا يفعل ذلك تقول له هاي فرصة تفوتك هاي الفرصة خلي تفوت لأن رضا الله سبحانه وتعالى هو الأساس أما السلطة فليست مهمة دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنس كما في الخطبة الشقشقية فالمأمون خطط أن يورط الإمام لكن الإمام أدهى منه وأذكى لم يتورط لذلك المأمون بعد السنوات عندما رأى أن خطته قد فشلت سمى الإمام وقضى عليه فعلى كل حال الناس هم يدرون أن الإمام سيقتل بالسم قبل المأمون شاف صار ولي العهد يمكن أن بعد أيام المأمون يموت وهو يصير الخليفة لذا أيوب ابن نوح يقول للإمام الرضا إني أرجو أن تكون صاحب هذا الأمر صاحب هذا الأمر يعني السلطان هذا اصطلاح صاير في الروايات أنت تكون الحاكم انت تكون المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه واله وان يسوقه الله اليك بغير السيف المهدي حينما يحكم الحكام الجائرون في ذلك الزمان يجردون السيف لا يخضعون لذلك السفياني وغير السفياني يحاربون الامام زين الامام يضطر ان يحاربهم هنا يقول أن يسوقه الله إليك بغير سيف أنت ولي العهد عندما السلطان يموت بشكل طبيعي أوتوماتيكي ولي العهد يصبح الملك يصبح الخليفة فقد بويع لك أخذوا البيعة للإمام من كل الناس وضربت الدراهم باسمك الدراهم الرضوية الآن بعض هذه الدراهم موجودة في بعض المتاحف دنانير ودراهم اسم الإمام الرضا محكوك عليها مسكوك عليها الإمام عليه الصلاة والسلام يقول لا لست أنا الذي يقوم بملك أهل البيت سلام الله عليهم الذي قدره الله سبحانه وتعالى لهم قال ما منا أحد اختلفت إليه الكتب يعني الرسائل تذهب إليه وتخرج منه الاختلاف معنى الذهاب والمجيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يعني أحدهما يكون خلفا للآخر اختلاف الكتب يعني شخصية تأتيه الرسائل ويجيب على الرسائل ويرسلها هكذا. ما منا أحد اختلفت إليه الكتب، وأشير إليه بالأصابع يعني هو ظاهر بين الناس فيشيرون إليه أنه هذا فلان وسئل عن المسائل سؤال مباشر وحُملت إليه الأموال الخُمس، الزكاة، الأموال الأخرى تحمل إليه. إلا غتيل أو مات على فراشه إما يقتل بالسيف أو يموت في فراشه مسموما لأن يعني في الحديث ما منا إلا مقتول أو مسموم يعني جميع الأئمة الذين كان الناس يعرفونهم ويشيرون إليهم ويتكلمون معهم ويكتبون الكتب إليهم هؤلاء إما قتلوا بالسيف كالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وإما سُموا بالسم حتى يبعث الله لهذا الأمر غلاما منا خفي الولادة والمنشأ، لأن الإمام المهدي حينما تبوأ النطق بالإمامة كان عمره خمس سنوات، لذا عبر عنه غلاما منا. خفي الولادة والمنشأ، يعني الله سبحانه وتعالى يخفي ولادته، ويخفي نشوءه، كما أخفى ولادة موسى. أخفى ولادة ونشوء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، غير خفي في نسبه، معروف نسبه. المسلمون جميعًا يعلمون بأن المهدي من ولد فاطمة سلام الله عليها، والشيعة يعلمون بأنه ابن الإمام الحسن العسكري، فنسبه معلوم، لكن ولادته ومنشأه مخفيان، هذا هو الذي يكون صاحب الأمر. الحديث السادس والعشرين عن عبد الله بن عطاء عن ابي جعفر عليه السلام الباقر قال قلت له ان شيعتك بالعراق كثيره والله ما في اهل بيتك مثلك فكيف لا تخرج قال يا عبد الله ابن عطاء قد اخذت تفرش اذنيك للنوك اي والله ما انا بصاحبكم قال قلت فمن صاحبنا قال انظروا من عمي على الناس ولادته فذاك صاحبكم انه ليس منا احد يشار اليه بالاصبع ويمضغ بالالسن الا مات غيظا او رغم انفه في أواخر بني بني أمية لكثرة مظالمهم، الناس كانوا يبحثون عن ملجأ للتخلص من بني أمية، لأن بني أمية استأثروا بالسلطة، واستأثروا بالمال، واستأثروا بالمناصب، واستهتروا بالدين، وظلموا الناس أيما ظلم، مثلا أحدهم الوليد ابن يزيد أو اليزيد ابن الوليد أحدهما هذا كان يتجاهر بالفساد وبشرب الخمر وفي سنة من السنوات نصب على الكعبة خيمة وكان يشرب الخمر على الكعبة علنا فلذا ثار عليها الناس وفي قضيه معروفه قتل فمظالم بني اميه سببت انه الوضع يغلي مثل الان تشوف بعض الاحيان الحكام الدكتاتوريين عندما يطول ملكهم ويكثر ظلمهم تشوف الوضع الاجتماعي مستعد للثوره كبرميل باروت ينتظر عود ثقاب، عود كبريت حتى ينفجر. زين شنو البديل لبني اميه؟ بني هاشم. بنو هاشم كانوا البديل. وسيد بني هاشم في ذلك الوقت هو الامام الباقر. لذا عبد الله ابن عطاء يقول للإمام الباقر: إن شيعتك بالعراق كثيرة، والله ما في أهل بيتك مثلك، يعني في بني العباس مثلا، وفي بني الحسن عليه السلام، أكو ناس يتطلعون إليهم، لكن الإمام الباقر هو سيد أهل البيت، سيد بني هاشم، الناس يتطلعون إليه أكثر. فكيف لا تخرج ماذا قال له الإمام عليه السلام فقال يا عبد الله بن عطاء قد أخذت تفرش أذنيك للنوكة النوكة جمع أنوك والأنوك يعني الأحمق تفرش أذنيك للنوكة يعني تستمع إلى ما يقولون وتصدق ما يقولون كأنه هذا فراش هم يطؤون ذلك الفراش بأرجلهم لا تسمع كلام ذوله يقولون أنه إن لك شيعة كثيرة وكذا وكذا كذا لا هذا كلامهم ليس بالصحيح إي والله إي والله يعني أنا لا أخرج ما أنا بصاحبكم صاحبكم الذي تنتظرونه بأن يخرج بالسيف فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا أنا ما راح أخرج والله سبحانه وتعالى لم يجعلني القائم بالسيف الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا الناس يقولون بس لا تصدق كلام الناس إذا بعد الإمام الباقر جاءوا للإمام الصادق الإمام الصادق قال ليس الزمان زماني ولا الرجال رجالي زيد ابن علي رضوان الله تعالى عليه شقيق الامام الباقر استاذن الامام الباقر في الخروج الامام الباقر لم ياذن له بعد ذلك استاذن الامام الصادق الامام الصادق اذن له ولكن اخبره بانك مقتول راح الناس يخذلوك وقال مو مشكلة حتى لو أقتل أنا أريد أخرج بس أريد إذنك والإمام قد أذن له بتفصيل ذكرناه فيما مضى زين خرج زيد خذله الناس فقتل وبعد ذلك أخفي قبره لكن كان هناك عبد رأى مكان الدفن هم حفروا في حفره ونهر دفنوه في وسط النهر وأهالوا عليه التراب ثم أجروا الماء حتى لا يتبين مكان قبره لكن هذا العبد راح أخبر فجاءوا ونبشوا قبره وصلبوه أربعة سنوات أربع سنوات ومصلوب وبعد ذلك أمر هشام ابن عبد الملك أن تحرق جثته وأن تذرى في الماء ليبقى إلى قبر قال قلت له يعني عبد الله ابن عطاء قال للامام الباقر فمن صاحبنا هسه اذا انت مو صاحبنا منو صاحبنا نعطي علامات حتى لا نخدع كل واحد يجي يدعي نصدقه المهدي العباسي اسمه محمد ابن عبد الله المنصور زين المنصور ادعى انه هو المهدي ومن ذاك الزمان أضافوا هذا المقطع زورا إلى حديث الرسول صلى الله عليه واله، الرسول يقول المهدي اسمه اسمي، هذا كلام المهدي الرسول ينتهي هنا، لكن المنصور وجماعته زوروا وأضافوا واسم أبيه اسم أبي حتى ينطبق على ابن المنصور، لأن المنصور اسمه محمد وابنه اسمه لأن المنصور اسمه عبد الله. وابنه اسمه محمد لذلك لقبه بالمهدي واشتهر المهدي العباسي ولأن المهدي العباسي ثمان سنوات حكم وبعد ذلك مات بعدين أضافوا زورا أيضا مقطع آخر أنه يحكم سبع سنوات أو ثمان سنوات المهدي العباسي ادعى أنه هو المهدي محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المجتبى عليه السلام هذا أيضا ادعوا أنه هو المهدي هم اسمه كان محمد ابن عبد الله المهدي العباسي كذبا ادعى المهدوية محمد النفس الزكية ادعي له كذبا أنه هو المهدي هسه احنا اذا شفنا رايات مختلفة وكذا شلون نشخص الحق من الباطل اكو علامات غيبية وعلامات ظاهرة العلامات الغيبية الاعجاز الذي يصدر من الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف العلامات الطبيعية ما ذكرها الأئمة عليهم الصلاة والسلام منها ما في هذا الحديث الامام الباقر يقول انظروا من عمي على الناس ولادته يعني الناس لم يعلموا بانه ولد، كتم امر ولادته، فذاك صاحبكم، انه ليس منا احد يشار اليه بالاصبع، ويمضغ بالالسن، يعني اخباره تتداول، بالنسبه الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، اخباره لا تتداول، انما ما ورد في الروايات عن الامام المهدي هذا نعلمه. أما صار الأئمة الناس يشوفوهم يقول هل يوم شفته بالسوق هل يوم رأيته تكلم مع فلان هل يوم ذهب إلى المسجد هل يوم قال كذا أخباره تتداول أما الإمام المهدي في غيبة أخباره لا تتداول ويمضغ بالألسن إلا مات غيظا أو رغم أنفه مات من الغيظ يعني من شدة الحزن على ما يراه من ظلم الناس وانه لا يتمكن من ازاله هذا الظلم او رغم انفه يعني الحكام الجائرين يذلوه اما بسجن، اما بابعاد، اما بكلام خشن وما الى ذلك مما ابتلى به ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام طبعا ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المنتظرين هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين